نعودوا لشرق البلاد وبالضبط لمدينة قسنطينة. هي كذلك مدينة كبيرة وعند الجزائريين كان عندها رمزها. تأسيس فريق الموك المولودية أولمبيك لقسنطينة يصادف العام وين اندلعت الحرب العالمية الثانية، أي في 1939. فريق الموك فريق كبير، اللعبة ومسيرين الفريق خلوه يمثل الجزائر بأحسن وجه. واللي صنع أمجاد هذا الفريق هما الإخوة بن سجني، الإخوة عبد النوري، زفزاف وأسماء أخرى. الموك كان المسير نتاعو المرحوم الدكتور بن شريف عبد القادر. اليوم راهم معنا الإخوة اللي كانوا في وقتهم في سنة 39-40 راهم حاضرين معنا ورايحين نسألهم باش يقولوا لنا الموك قوة من الجمهور، يعني الرياضيين اللي ما يعرفوا الموك من البعيد كثرتها الجيل اللي الحاضر يعني يسمع بالموك، بصح داخلية تاع الموك يعني حاجة قليلة ما يسمعش. اليوم رانا نقدم لكم هذا الإخوة اللي راهم حاضرين يقولوا لكم أشنو هو الموك، كيفاش صارت الموك. واللي راه حاضر معنا عندك بن المفوق محمد مجدوب، عندك رواق محمد طاهر. رواق محمد طاهر نطلبوا العذر يعني منه اللي راح بقول مستمرض، صارت له أكسيدة في سنة 65 للوقت هذاك النهار اللي كان مدي لموك، هو كان مدرب وصارت له أكسيدة في باش راحوا باش يلعبوا مع السعيدة، صارت له أكسيدة في الشلف، نطلبوا له الشفاء على كل حال. وعندنا كذلك بن بكير محمود ومكني القرمي. هذا بن بكير هاو معروف ومعروف يعني جدا في ميدان الرياضي. نجوزوا درك الكلمه لمحمد رواق، وكما قلت لكم نطلبوا منه العذر. محمد رواق انت كنت من القدماء نهار كونتوا لموك دو كونستانتين، الا تيلا تنجم تقول لي واش كيفاش تكونت الموك؟ أنا ذاك الوقت كنت نلعب بالساسي ومن دور في 40 شريف. إيه هذاك هذه ناحية تاع 40 شريف معروفة في قسنطينة. إيه. ورواق جاء من السياسي ورحت للموك. إيوا. سجس. إيه نعم. وشكون اللي كانوا حاضرين معك ذاك الوقت؟ اللي حاضرين معك الإخوة اللي كونوا الموك؟ من النادي. من نادي كومونزون عمار. من نادي عمار مطب جيد مطب. من نادي عمار مطب مطب بن سالم بكير محمود. انت معروف في ميدان الرياضة ولعاب يعني من القدامة تاع الموك. اليوم ماذا بينا نعرفوا الموك؟ قدم لنا الموك تاع 1939. موك السنه في 1939 في 40 شريف. 40 شريف كما في القصبه في الجزائر، سان كارتي قصبه في الجزائر كما القصبه. شنو النبي اللي كانوا عندنا بكري هذوك 39 كما بطبه كما خالي بلوم كما محمد روا كما نعم قلال لفرير بن سجني لفرير بن سجني بن سالم جابالي مع ال واش من عام بديتو اوفيسيالمون يعني رسمي واش من عام بديتو تلعبوا؟ بدينا نلعبوا 40 اوفيسيالمون صح نعم كريتوريوم و شامبيون دي جون وروح 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 وروح. اشنو هما لي زيكسبو تاع لو موك يعني لي ميور ريزولتا النتيجه المخيره تاع لو ميور ريزولتا دي 40 وطلع ولا حتى ل 40 وطلع حتى نهار حبسنا 50 دينا الكريتيريوم في 42 دينا كريتيريوم 42 نعم 46 لا كوب دافريك دي نور درنا فيها ثاني ربحنا لا كوب دو ربحنا اللي مش موسقال مبات كاليفي نعم وربحنا الكاب دو بيزيرت 7-1 الواشدي ايوا دوك قرمي نعم قول لي
يقولوا باللي الموك خلقت من السياسي، يا ترى كاين منه هذا الشيء؟ هذا كاين منها شيء هذا، حتى انا بعد كنت لعب سياسي، لعبت في من سيزون سياسي. ايوا لعبت في من سيزون سياسي، يعني كان وكان مجموعه من سياسي في الموك، جاوا الموك من بعد بلاصويت. ايوا هذه هذه كيما انتم كيما في 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 الجزائر لوسما خلقت من لمسيا. ايوا يعني كاين بحض اللاعبين اللي جاوا من سياسي نعم وتعاونوا مع هذوك تاع الموك باش فورميلو الموك باش فورمات الموك. ايوا تبارك الله فيك. مجدوب نعم انت راك من القدماء تاني تاع الموك وتبعت الموك، يعني احكي لنا على الاخوه اللي يعني اللي قاموا بالموك كيما لازم، حيين ولا ميتين؟ الموك راهي فرع من العائله القسنطينيه، خاطر القسنطينه راهي عائله واحده، والعائله الكبيره اللي كانت تمثلها كلوب سبورتيف قسنطينو السياسي. بعض من اللاعبين تاع السياسي واخرين لاعبين تاع السياسي انفصلوا على الفريق نتاعهم وتلاقوا بشبان اخرين وتلاقوا في الربعين شريف، يا حومة عتيقة مشهورة اللي توجد فيها جمعية التربية والتعليم تاع الشيخ باديس، ثم في 39-40 كونوا الفريق هذا. كي كونوه مدة عام هما يتدربوا ويتمرنوا ويسعوا باش يكون عندهم إمكانيات، في 40 ولوا رسميا. هذاك الوقت بالحالة وتعرفوه كانت القرة، كان الحرب العالمية، داروا كريتيريوم والموك تغلبت في الكريتيريوم في 42 وقعدت تستمر حتى خلصت القرة الأولى وراهي صعدت للقسم الشرفي في 46 على حسب لا جي اس ام بي تاع سكيكدا فريق مسلم، وطلعوا للقسم الشرفي وقعدوا يمارسوا في البطولة حتى تغلبوا في البطولة الجهوية تاع الولاية تاع الشرق، خاطر كانوا دي ديبارتمون فرنسي، تصعدت للقسم الشرفي في 46 ودات البطولة الجهوية في 48 ومن بعد تقدمت للكأس تاع شمال افريقيا وين انهزمت في الاخير مع الواك تاع مروك واليسام ماروكان. هذه فيما يخص النتائج، بس احنا نرجعوا للوراء للناس اللي راهم كونوها، الناس اللي كونوها من الاولين كانوا من العائلات المعروفين في البلاد هنايا، مثل بن شريف عبد المجيد وبن تشيكو حسن وبالمفرق عبد الكريم حتى ال 49، هذو اللي يتريسوا الفريق هذا وهما اللي دعموه ودعموه وقواوه حتى عنده شهره في شمال افريقيا. ومن باش نكمل لك باللي الشهره نتاعو مليحه وكبيره، في 46 كنا نتلاقاو مع حمام ليف تاع تونس، تلاقينا مع ستاد فرنسي تاع فرنسا اللي كانوا فيه تتلعب 8 لاعبين دوليين. هذا واش نقول لك باختصار على الماضي. بالك نزيدوا كلمه واحده يعني على بن شريف عبد القادر، الدكتور بن شريف. نعم احكي لنا عليه يعني الشيء اللي سي عبد القادر بن شريف. رانا عندنا وجوه كريمه في القسنطينه، دع معروفين بالرياضه والشهروا بالرياضه، وكان عندهم هدف هما تحت الغطاء تاع الكره كره القدم والا الرياضه بصفه عامه، يعملوا من اجل الوطن. حتى مات عنده سنين قليله، انسان اللي نقولوا عليه ضحى حياته كامله في سبيل الرياضه، ورياضي وانسان كريم وديما يده محلوله وجيبه محلول للناس كل والرياضيين كل، ومنين تكون الرياضه هو يكون معاه في الصادره. مجدوب قل لي عبد النوري ولي فرير بن سجني اللي برشي عبد النوري اللي هو مزيود في القل وجا التحق بقسنطينه، لعب في السياسي اولا ومن بعد ولا هو من الاركان الصحيحه تاع الموك، وكان هو الكابيتان تاع ليكيب ولعب ومن بعد ولا من المسيرين وتوصل عامين ولا ثلاثه هو رئيس الجمعيه هذه. قل لي احنا هضرتيلي على بن السجني، بن السجني راهم من الناس ما نقولوش من المؤسسين بصح من الاولين، وحتى هما عندهم تاريخ بارز في هذه الجمعيه،
عبد الحميد الله يرحمه، باباهم سي عمر الله يرحمه، الربيع مازال هنا. سي رواد. نعم. هم عندك حبابك القدامى هنا محمود. محمود ومجدوب. يعني كي جاوك كي زاروك في هذه المناسبة يعني واش حسيت؟ يعني واش حسيت ب... ايه في حقيقة ما نسمنيش سفيان علاوة، انت اللي راك من موك من سنة 48، يعني وراك حاضر معنا مع الإخوة اللي راهم هنايا اللي كانوا سبقوك في الفريق، واش يعني نلت من هذا الجلسة هذه؟ أنا بسم الله الرحيم، يعني الموك هذه يعني ربت شبيبة كبيرة، يعني السكتر يعني خير ديزيون اللي لنا يترك مشيت محمد طاهر الرواق لونترينور تاعي دبروا لي لونسوني في الميدان هذا، هو اللي يعني اللي علمني يعني ما منعتي كيفاش لو طرافاي كيفاش بدينا نخدموا. ويعني تركم الفرير بن بكير لعبت معاه، ملحقت معاه لعبت معاه في ليكيب. الموك هذه انا نقول لكم بكل صراحه جمعيه كبيره، وحنا كنا يعني جماعه دراري صغار هكا ندورو في الزنقاش، ما هي رحبة الصوف، رحبة الصوف يدور فيها الدراري، فيها هذا من كنيده كان يلعب ثاني في الموك، فيها جماعه يعني بزاف، وكنا حنا دراري يعني نقدر نقول لكم بكل صراحه الرياضه هي اللي جبتنا للميدان، هي الموك هما اللي رباوني انا على نفسي، انا الجمعيه الموك هي اللي رباتني، جبدونا للميدان تاعها. الولاد تاعنا تمينا بعضنا كله هنا من 40 شريف، هنا في الشكل تاع الموك هذا وين كاين؟ قالوا لنا راهو في طريق جيده في واحد اللوكال حاشاكم وقت الاستعمار وقت كل شيء، استنى كاف عطينا كاف نحاولوا نديروا فيه ليرينيو. ومن ثم من بعد نحن كله كنا رايحين للسياسي، يعني في الوقت هذاك كنا رايحين للسياسي الصغرى تعرف الصغرى طريف، لقينا اللوكال اللي نسمع عليه هنا اللوكال، لقينا واحد يسميوه الاستعمار من نادي، واحد الله يرحمه هو سيد علي الفوتني، يعني نقول جماعه شويه نساوا كل شيء، يعني نقرا ان فيريتابل ديليجون اللي راهو يعني جبت الصور من جيبو عجبني. بديت في هذا الموك هادي من صغري وانا في المولوديه هادي حتى يعني حتى الكبريه. وفي الوقت هذاك شي محمد طاهر حبس البالو باقي انا مدرب، واش هو في الموك عطوني الشبيبه والرياض عطوني الولاد الصغار هادو، بديت معاهم يعني نتعلم ما حاجه كتخصني، نروح لشي محمد طاهر الرواق نقول له اخويا برك سوبر واش يديروا لا ديرونس ولا لا ريزيستونس ولا على واه. اما لا الله يعلم في التدريب ديالك وكلش الشكر يولي للرواق محمد طاهر، يولي ليه كل شيء. شحال عنده ملي راه في هذا؟ هما 65 اللي صرات له الاكسيدون هادي، ومن تم دار له شوك وتركح شويه عاد اكسيدون لا سيركيلاسيون، اكسيدون تكسروا له 7 شطبات وتنعاون نحاولوا لغات طيحان نحاولوا اي نحاولوا طيحان. وين صارت الاكسيدان؟ في الطرف في الاسنان شلف، في الشلف. وكانوا واقيلا رايحين لسعيده، رايحين لسعيده نعم. هو كان انترينور، كان انترينور وراكب المدرب تاع الفريق، مدرب مع تاع الفريق، وكان راكب مع السي المكي كركو ربي يرحمه هو اللي يصب، وزوجي بحداه هو اللي راكب بحداه، ومن هي زوج من الوراء. وسي المكي واقيلا استوفى، هو توفى بعدا ملي كي جبدوهم من الطوموبيل حتى كسروها عليهم باش جبدوهم، عاد سي المكي ربي يرحمه يقول لهم شوفوا رواق برك انني معلياش. والعمر تاع العالمين سبحان ربي يرحمه، مكتوبه الحاج مكتوبه ربي يرحمه ان شاء الله، نتمنوا له الشفاء ان شاء الله. امين. من ثم هذا قعد ساعه يتركح شويه ساعه درك نحس. ثاني اليوم سانو في انورميمون بليزير كي تفكروا بابا دونك سوسي فو دير كو راهم ما نساوش الكبار، الناس الكبار اللي جو سوي تري هوروز كوم ما سور، وراني فرحانه بزاف باللي وعندي شرف كبير باللي عندي والد كيما في الدرجه هذه، ويعني هو راهو قاعد يمد لنا دي كونساي درك. نشكركم على كل حال. في هذيك الفتره ناس دونت أسماءها في تاريخ الكرة الجزائرية. عوف أول عضو مؤسس للمولودية في 1921، سكندراني الحبيب لاعب ورئيس لجنة الحفلات للمولودية من 1928 ل 1940، كراد محمد أمين المولودية من 1930 ل 1934، جبون بوعلم عضو مؤسس للوداد الرياضي لبلكور، أحمد كمات
أمين عام لليسمى من 1937 ل 1962، رواق الكمال عبد النوري أعضاء في اللجنة التقنية الوطنية، بن سقني الربيع لاعب مشهور في الموك في 1940، بوعلام مداح حارس مرمى في اليسمى، عبد النوري خبطوا رواق أعضاء اللجنة التقنية الوطنية، خبطوا سلال وداح قنوي من اللجنة الوطنية كذلك، إبرير عبد اللوي بغداد عبد النوري رواق هم كذلك من اللجنة الوطنية، سطور عضو في لجنة تسيير المولودية، الدكتور حجي بشير عبد الوهاب بن عربية الرؤساء الأقدم من تاع فريق البليدة اليو اس ام بي. اليوم رانا مع الربيع بن سقني اللي هو إلى في بارتي دو ليكيب دو موك في سنة 39 حتى 55. مولودية أولمبيك دو كونستانتين تأسست في ديسمبر 39، كانوا بعض من اللاعبين صغار يسكنوا في واحد الحومة في قسنطينة يسميوها ربعين شريف، وهذوك اللاعبين كانوا يلعبوا في سي سي، كانوا يلعبوا في سي سي وهضروا بين بعضهم وقالوا ماذا بينا نأسسوا جمعية عربية إسلامية ونجيبوا ناس جدد معنا وباش نكونوا هذا الربيع. وقيلة تنجب تقول لي شكون هما اللي جوار هذا اللي راك شافي عليهم؟ اللي جوار اللي جاوا من السياسي تسمح لي كي راحوا شافوا سي احمد بوشمال وشافوا الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله شافوهم وقالوا لهم رانا راح نكونوا جمعية. هاد اللاعبين هادو كان منهم رواق هو مازال بالحياة درك هو مريض مسكين من نهار دار الاكسيدان تاعو هادوك ربي يشفيه، كان عمر بوطبا الله يرحمه، كان بلوم الله يرحمه، كان بقى الله يرحمه، كان سعيدو الله يرحمه، صالح سعيدو صالح سعيدو لكل حال كانوا هكذا صغار، كان عمار بلطرش الله يرحمه كلهم ماتوا مازال الا رواق، كان جو من الريك كان ثاني واحد الفريق اسمه راسينغ يونيفرسيتي دو كونستانتين جو من الريك عبد الحميد خويا الله يرحمه وجا جميل بوماليت الله يرحمه، هادو هما اللي كونوا الفريق تاع الموك ولعبوا في ليكيب بروميير من 39. أكل حال انا كنت صغير كان عندي 15 سنة شاركت في ليكيب جونيور مع بعض من الشبان هكذا اللي ما كنا في حتى فريق، اول ما بدينا في الموك كنا صغار بدينا جونيور وطلعنا بشوية حتى نهار. الربيع ماذا بيك تقول لي المسيرين يعني لي ديريجون تاع لو موك لي برومي ديريجون لي مام فونداتور تاعنا شكون هما؟ لي برومي ديريجون تاع الموك كان بالباشا الله يرحمه، كان هو برومي سكرتير جينيرال، كان سي الحسن بن تيكو الله يرحمه كي ايتي لو برومي بريزيدان دو موك، كانوا بعض من الاعضاء من لا فامي بن تيكو، كان واحد نقولوا له محمد الشاوي، كانوا هكذا بعض من الناس، وكان منهم سي عمار من نادي، سي عمار من نادي هو نائب العام حكم نائب العام من أول سنة 40 حتى 55 وقت اللي جانا أمر باش نحبسوا الرياض. عبد النوري رحنا ليه أنا قصت ليه زوج خطرات القسنطينة باش يشارك معنا في هذه الحصة ما قبلش إلى الأسف. واش تقول في مختار عبد النوري يعني في اللعاب؟
مختار عبد النوري كان يلعب في سيسي قبل 39، وكيف تأسس الموك جاء هو من لاعبين هذوك تاع سيسي وتخلى الموك. كان لاعب مشهور يسميه شينوا، يلعب أريير غوش، كان لاعب ممتاز. حاج منا ذي عمار اللي راه في عمره اليوم 87 سنة، الله يعلم ما كاش على حسب ما يعني في لاج في لا بيريود، ما كاش اللي كان اللي راه عالم بالتاريخ تاع الموك كيما هذا الانسان هذايا. الحاج عمار، نعم، انت كنت نائب العام تاع الفريق تاع الموك في سنة 39 حتى ل 74. 74 تنجم تقول لنا الله يبارك حاجات كبار على 74 كي رحت للحج حبست وليت نخدم للغدوه. صح عمي الحاج، مالا نوليو 39 ايوا احكي لنا على الموك. فوالا لي تيليسبيكتاتور هم يشوفوه هم يسمعوه ماذا بهم يعرفوا الموك دو بلو بري. قول لهم شنو هي الموك، كما كيفاش خلقت. في المواد جوان من 1939 سيتي لا غير 39-45 لو بيرو دو شيخ عبد الحميد بن باديس انسي كو لا بريميري الجيريان مسلمان سو تروفي دون لا ميم رو 40 شريف. Les enfants du quartier saluaient à son passage le Cheikh Al-Hamid Ben Badis. Le Cheikh Al-Hamid Ben Badis leur a dit, il ne faut pas être des feignants. Faites le sport pour le sport, car l'Algérie aura besoin de tous ses enfants des deux sexes. En effet, les autres enfants du quartier ont fait l'impossible pour faire venir les grandes personnes. Et le 19 novembre 1939, le premier comité s'est constitué au 83 de la même rue. Le dossier a été présenté à l'ancienne préfecture coloniale qui nous a été renvoyé à plusieurs reprises. Mais nous avons tenu bon et nous n'avons changé aucun mot et aucun nom. Et le 14 décembre 1939, la préfecture nous a envoyé le récépissé de déclaration portant le numéro 1141 du 14 décembre 1939. Le premier comité directeur s'est constitué au 83 de la rue Alexis Lambert, actuellement rue Arbaïn Sherif. Le premier président fut le docteur Ben Sherif Abdelmajid. Trois mois après, comme il était ingénieur agronome, il a été nommé à Skikda. Pour le remplacer, nous avons pensé à Ben Chikou عبد الرشيد بن تيكو حسن pardon. الشيخ عبد الحميد بن باديس الله يرحمه نوليو ليها قالنا راكم الحاصل والجمعيه هذه كي تسوها ما تقبضوش الصور دي من لي سوبونسيون تاع الحكومه، راه الشعب هو اللي يعيشكم. ايه هذاك هو الحق، الشعب هو اللي كان معيشنا. هكذا كان الحال يعني هكذاك كان الحسن والشعب هو اللي معيشنا. والشيء الكبير كنا احنا في 40 في الكوميتي ديريكتور نقعدوا حتى ل 10 تاع الليل وما نجيو نخرجوا حتى كل اخر. ايوا خاطرش كانت عندنا 14 سيكسيون 14 ماهوش يعني اومني سبور اللي حاسين البال وبرك ولا حاجه اخرى. À Colombes, devant 60 000 spectateurs, l'équipe de France de football à gauche tentait de battre l'Italie. Pour la première fois depuis 38 ans, les chances des Français semblaient...